حبابي وحباب حباباتي، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اللي نايضة القربالة ما بين لالة حدة ومي حليمة، يعني اللي هي مي حليمة. القربالة نايضة بيناتهم، يعني شغنقولكم نادت واحد الفتنة اللي ما بعدها فتنة. اخواني اخواتي، قبل ما نخليكم مع هذا الفيديو وهاد الاخبار، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغط على الجرس باش توصلكم كل جديد وكل اخبار كنزلها على القناة. المهم اليوم شفنا القربالة نايضة ما بين لالة حدة ومي حليمة على داك 100 مليون. يعني ماشي القربالة نايضة غير ما بين مي حدة ويونس وسميرة غير على داك 100 مليون، راه نايضة مع بزاف ديال الناس، وحده منهم مي حليمة. شغنقول لكم، هاد الفلوس في الحقيقه فتنة مصيبه كحله في الدنيا، كتجبد بزاف المشاكل، كتخسر الخواطر والقلوب والحباب ما بيناتهم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، الخنز الدنيا كيبقى في الدنيا، والله يعمر قلوبنا بالله. ايوا كما قلت لكم اخواني اخواتي، المهم الله يهدي ما خلق الناس قرب لها بيناتهم. علاش كي مي حليمة كتقول لحادة بغيت حتى انا حقي في داك 100 مليون؟ كيفاش ديتو 100 مليون وقسمتيها ما بينك وبين بناتك ونسيتي انك تعطيني حتى انا حقي؟ يعني ما عرفتش علاش، بصراحه ما فهمتش مي حليمة اش دخلها باش تطلب هي حقها والنصيب ديالها في داك 100 مليون. واش من حقها تطلب ولا لا؟ ممكن تخليو لي نتوما الاراء ديالكم وتقولوا لي واش من حقها زعما تطلب هي حقها في داك 100 مليون ولا لا. لحقاش انا بدا كنقول الا ما كانش ديالها ماشي من حقها تطلب زعما، ولكن نتمنى انكم نتوما اللي تخليو لي الاراء ديالكم واش من حقها انها تاخذ هي من داك 100 مليون ولا لا. كما شفنا انها منوضها معاها وما خلت ليهاش وتشدوا النيت بالمعقول، تشدوا في الهضره وبغات قالت لك هي حقها بحالها بحال باقي الناس في داك 100 مليون. علاش وكيفاش ما تعطينيش حقي من 100 مليون في داك الفلوس اللي انت شديتي؟ الله اعلم شنو هو الحق وشنو هو اللي بيناتهم، وعلاش خرجت مي حليمة بفيديو كتقول لها انها باغا حقوق ديالها حتى هي، علاش ما عطيتينيش؟ ما عرفتش شنو هو السبب وكيفاش زعما يخليها عقلها تطلب حقها. المهم حنايا كنقولوا الا كانت زعما مي حليمة عندها الحق في داك فلوس، من الاحسن ان كل واحد ياخذ الحق حقه وما يبقاوش يدبزوا على خنز الدنيا، لان الدنيا كيبقى فيها كل شيء. راه اللي كيتسالى هو صله الرحم والحباب وداك المحبه ديال داك الشخص اللي كان كيبغيك انك غتخسريها على الاخر، لان الحب للناس ما كيتشرى ما كيتباع، وحب الناس غالي بزاف على القلوب. انا كنفضل ان نلقى شي واحد زعما اللي يحترمني ويقدرني ويبغيني، على انني نفضل عليه الفلوس. لا، فلوس كتبقى غدا جايه. المهم هو الا لقيتي شي واحد اللي قلبه مزيان وقلبه عليك، هذاك هو اللي ما تفرطش فيه وما تنساهش وما تحاولش تخسره. انا كنت من الاراء ديال المتتبعين ديالي، يعني الاخوان والاخوات تخليوا لي الاراء ديالكم من فضلكم، واش من حق مي حليمة تطلب الفلوس حتى هي في داك 100 مليون ولا ماشي من حقها؟ انا بعدا من رايي ماشي من حقها الا ما كانتش كتسال فيها، اما الا كانت كتسال فيها اكيد خصها على لالة حدة هي تكون حقانيه. وهكا اخواني نكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم بالاخص في لي كومونتير، كيهموني. ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد واخبار جديده، ودمتم في رعايه الله، مع السلامه.